كل التحية والتقدير لحضراتكم أعزائي المشاهدين، وكل التحية والتقدير لكل مواطن مصري شريف بيحب بلده بجد، بعيدا عن البحث عن نجومية زائفة أو مكاسب. وهي بيسعدنا نلتقي حضراتكم من خلال هنا ماسبيرو على شاشة التلفزيون المصري، تلفزيون الشعب. النهاردة هنناقش ظاهرة من الظواهر اللي بقت جديدة وهامة في مجتمعنا، وهي ظاهرة يعني الشغف بالسوشيال ميديا اللي بيصل في بعض الأحيان لحد الإدمان. هنتكلم على هذه الظاهرة، هل استخدامات السوشيال ميديا كلها سلبية ولا في منها السلبي والإيجابي، وإزاي أقنن استخدامي للسوشيال ميديا بحيث أن ده ما يأثرش على النشأ الجديد وعلى الأطفال. ده هنتكلم عنه من خلال الحديث عن دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في رصد الظواهر الاجتماعية التي تحدث في المجتمع. وسعدنا أن تكون ضيفتي الكريمة اللي بتشرفنا في هذا اللقاء الأستاذة الدكتورة الشيماء علي عبد العزيز، رئيس قسم بحوث الاتصال الجماهيري والثقافة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. دايما نقول الاجتماعية قبل الجنائية يا دكتورة تمام. شيماء. تمام. أهلا بحضرتك وسعداء بوجود حضرتك معنا على شاشة التلفزيون المصري. أهلا وسهلا بحضرتك. قبل ما نتكلم على رصد الظواهر، احنا عندنا بيت خبرة كبير في المجتمع المصري وهو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. بيرصد كل الظواهر التي تحدث في المجتمع المصري السلبي والإيجابي، وبيحط حلول وبيرصد أشياء كثيرة جدا، وله طرق كثيرة جدا في قياسات الرأي. تمام. نتكلم على دور المركز. تمام. هو أنا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قامة علمية وبحثية كبيرة على مستوى مش بس مصر، العالم العربي. المركز نشأ طبعا في الخمسينات وأعيد تشكيله الداخلي أكثر من مرة. احنا بيطبق علينا قانون الجامعات في بحوثنا ودراساتنا وفي ترقياتنا، فالبحوث اللي بتخرج من المركز هي بحوث علمية محكمة. محكمة بمعنى ان هي بيتم قراءتها وتمحيصها، النتائج اللي بتطلع بيها بتبقى نتائج يمكن الاسترشاد بيها، ممكن تساعد في ترشيد صنع القرار السياسي، وممكن كمان ان هي تبصر صنع القرار. على مدار تاريخ المركز من الخمسينات وحتى اليوم استقر وضع المركز على 4 شعب، تحت كل شعبة في مجموعة من الأقسام، بحيث ان احنا مهتمين بتغطية اي ظاهرة موجودة في المجتمع المصري من جميع جوانبها. جميع جوانبها مش بس الاجتماعية، ولكن حتى البيولوجية والجنائية وكذلك الكيميائية لو استدعى الأمر ذلك. وده بيتجلى بقى في 4 شعب اللي بتتكون منهم المركز. يعني شرفت بأن أنا اشتغلت من فترة طويلة في شعبة مؤسسات وقوى التنمية. الشعبة بتضم 3 أقسام، قسم بحوث الاتصال الجماهيري والثقافة اللي بشرف برئاسته من حوالي 5 سنين، قسم بحوث وقياسات الرأي العام، وقسم بحوث التعليم. ده نموذج ل3 أقسام موجودين تحت شعبة واحدة. وهكذا بقى كل شعبة بيبقى يعني وفقا للكور أو الهدف الأساسي من العمل البحثي فيها بيكون تقسيم أو الأقسام الموجودة تحت منها، بحيث أن الشعب الموجودة 4 بأقسامها المختلفة بتغطي كل مناحي الحياة. تمام. اجتماعي وسياسي واقتصادي وزي ما حضرتك قلت وجنائي أو قانوني أو بيولوجي وكيميائي، كل المجالات موجودة بتخصصاتها المختلفة بعلمائنا الأجلاء في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. تمام. ولذلك تشكيل المركز بنلاقي ان في تخصصات علمية مختلفة. يعني في تخصص اساتذة في الاقتصاد، في علم النفس، في السياسة، في الاعلام، في الاجتماع، الاقتصاد، الاحصاء، في الاجتماع الريفي بالضبط. في والاجتماع السياسي وغيره يعني. تمام. التخصصات الفرعية بقى لكل باحث طبعا. صحيح. بالاضافة طبعا الى الكيمياء والصيدلة، كل دي ممثلة في المركز. هي. يعني بحيث ان احنا ظاهره زي مثلا تغير المناخ لو حبينا ندرسها نقدر ندرسها من جوانبها الاجتماعيه والاقتصاديه والنفسيه، وفي نفس الوقت طبعا الجانب الكيميائي والبيولوجي المرتبط بها. هي. طيب دكتور، احنا من ضمن الدراسات الكتير اللي انتوا عملتوها وانا شاهد عيان على نشاط المركز ووجودي وحضوري لكثير من المؤتمرات والندوات وورش العمل اللي يعني بشرف ان انا بتلقى دعوه من المركز فيها، بترصدوا كثير من الظواهر. كان في دراسة عملتوها وهي دي الآفة اللي احنا بنعاني منها في السنوات الأخيرة، التقدم التكنولوجي زي ما ليه أثار إيجابية كثيرة. تمام. جدا في مختلف مناحي الحياة، ولكن أحيانا بيكون ليه أثار سلبية. تمام. استخدامات السوشيال ميديا، وممكن أنا قلت في المقدمة، التي تصل إلى حد الإدمان عند بعض الأشخاص. تمام. لها تأثيرات سلبية وإيجابية. تمام. نبتدي بالسلبي ولا الإيجابي؟ خلينا في الإيجابي. خلينا في الإيجابي. نبدأ بالإيجابي. وزي ما حضرتك قلت يعني إيه،
واي ظاهره بيبقى او اي حدث جديد بيبقى ليه ايجابيات وسلبيات. طبعا السوشيال ميديا على يعني سبيل الخصوص هي ليها ايجابياتها وسلبياتها. المركز هتقولي لي حضرتك بعد كده انتوا رصدتوا الظاهره من خلال شغل المركز ازاي؟ عايز اقول لحضرتك ان احنا بنرصد الظاهره دي او يعني باطارها الاوسع بقى يعني استخدامات الانترنت وبايجابياته وسلبياته من حوالي سنه 2013. قسم اللي انا يعني بشرف برياسته وكنت باحثه فيه من يوم ما تعينت قسم حوزه الاتصال الجماهيري والثقافه كان ليه دراسه في 2013 صدرت في 2015 كانت عن استخدامات كان الدراسه استكشافيه عن استخدامات الانترنت وركزنا فيها على الايجابيات والسلبيات. يعني احنا من فروم داي 1 زي ما بيقولوا عارفين ان الانترنت وبعد كده السوشيال ميديا ليه ايجابيات وليه سلبيات طبعا. وبالتالي ما اقدرش اتكلم بقى على حجب او منع لكن اقدر اتكلم على ترشيد استخدام. ترشيد طبعا. ايجابيات السوشيال ميديا اللي احنا عايشينها ان احنا خلاص دخل في كل حاجه في حياتنا في الجوانب الاقتصاديه في الشراء في البيع في حتى في طبعا المشاهده والترفيه يعني حتى الدراسه اللي احنا ان شاء الله نتكلم عنها التلفزيون والراديو ما انتهوش لكن انا ممكن اتفرج على البرنامج اللي بيعجبني لكن استخدمه اتفرج عليه من خلال الصفحه الموجوده الخاصه بالبرنامج على السوشيال ميديا. تمام. لان انا هقدر استخدمه في او اقدر من خلال استخدام السوشيال ميديا ان انا اقدر اتفرج على البرنامج في الوقت المناسب ليا. صحيح. وهكذا. واغلب البرامج الكبيره حتى البرامج التلفزيون المشهوره دلوقتي اصبح ليها حريصه ان يصبح ليها ظهير في السوشيال ميديا. بالظبط صفحه على السوشيال ميديا اذا في الترفيه في التسليه في يعني حتى طبعا الدراسه تثقيف بالظبط العلم والمعرفه والدراسه لفتره الكورونا دهيت تم استخدام السوشيال ميديا اليوتيوب والى الان طلبه كثير جدا بيعتمدوا عليه كبديل عن اي بديل اخر او في فهم الدروس او في استيعابها او في يعني الظروف كمان بالذات في ظروف فتره الكورونا ويعني والتوقف العمل في المدارس وفي الجامعات ظهر الجانب الايجابي من وجود وسائل تكنولوجيه حديثه. صحيح. انا مضطره بقى ادخل على البحث فيعني يمكن النقطه الخاصه بمساله ايه ايجابيات السوشيال ميديا يعني لما البحث اللي احنا عملناه كان عن الطفل ومواقع التواصل الاجتماعي هي. بس احنا ما توقفناش على دراسه الطفل فقط احنا درسنا على الطفل في اسرته خدنا ذوي الموجودين معاه في البيت او المحيط بتاعه بالظبط كده فكان من ضمن الايجابيات اللي كان شايفها ولي الامر في استخدام الاطفال للسوشيال ميديا كانت ان هي وهي بس حياة مش بس للطفل هو الطفل والكبار ان هو ان هي الجانب الانطوائي تراجع شوي لان انا بدات اتعرف وبالذات في الاطفال اقدر اتعرف على شخصيات مختلفه من بلاد مختلفه واكون معاها صداقات بايجابيات ده وسلبيات هنمي اللغه لكن برضو ممكن تكون ليها تاثيراتها السلبيه على الهوية برضو من الايجابيات ان الطفل من وجهه نظر ولي الامر ان هو بقى سابق والده او والدته او اسرته الصغيره في بعض الخبرات استخدام الانترنت واستخدام الاجهزه الذكيه فدي كلها خبرات اكتسبها الطفل من استخدام السوشيال ميديا ومن القعده على الانترنت لفترات طويله. النقطه الثالثه المهمه اللي ركز عليها اولياء الامور اللي هي تاثيرها الايجابي على المستوى الدراسي من خلال ايه؟ اللي انا بوفر للطفل بديل يعني رخيص مش مكلف اقدر من خلاله ان انا اشوف الدرس اللي انا مش فاهماه واقدر اسمع شرح اكتر من مدرس واختار انا عايزه مين واستفيد من الشرح ده او حتى دروس المدارس اللي بدات مدارس كتيره جدا اهتمت ان هي يكون في تواصل مع الاسره من خلال مواقع السوشيال كل صفحه للمدرسه او للفصل على مواقع التواصل بحيث ان ما يبقاش العلاقه يعني ايه قاصره على ما يتم نقله من خلال الاطفال. ده كلها ايجابيات. كل دي ايجابيات. سلبيات طبعا يعني حدث ولا حرج. يعني اسمحي لي حضرتك قبل ما نكمل نتكلم على السلبيات عشان حضرتك تتكلم عنها باستفاضه احنا معانا تقرير عن الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا عند الاطفال والشباب نشوفه ونرجع نكمل مع ضيفتي العزيزه الاستاذه الدكتوره الشيماء علي عبد العزيز. أنا بحضركم مرة تانية أعزائي المشاهدين وفي الحقيقة التقرير مش مع ناس عادية دي ناس متخصصين سواء في مجال الإعلام أو العلوم السياسية زي ما احنا شفنا الضيفتين اللي اتكلموا يمكن دكتور الشيماء كان تركيزهم أكتر على الجريمة تمام. تصوير الجريمة نشرها الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا وده برضو جزء من كلامنا تمام. الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا في مجال الجرائم ويمكن يعني اتكلموا أيضا عن الأخبار الكاذبة أو الأخبار العميقة تمام الديب فيك يعني
او التزييف العميق للاخبار. تمام. فيعني نكمل على اللي قالوه ضيوفنا الاعزاء من خلال التقرير. تمام. هو الحقيقه المركز مش بس من خلال قسم بحوث الاتصال الجماهيري والثقافه مهتم بموضوع السوشيال ميديا واستخدام الانترنت ومشاكله وايجابياته وسلبياته، لكن من خلال كل اقسام المركز تقريبا. زي ما قلت لحضرتك احنا بنشتغل على فرق بحثيه، فمن ضمن البحوث اللي اتعملت كان بحث اتعمل عن الضحايا اللي تم نشر اخبارهم على السوشيال ميديا، وكان في اكثر من نموذج يعني. فالحقيقه يعني بالاضافه للتزييف احيانا في نشر الافكار والاخبار على السوشيال ميديا، حتى من جانب اللي حاضرين الواقع اللي هي زي ما سميره قالت مهتمين ان هم يصوروا اكثر ما يتدخلوا ويوقفوا. صحيح. فده حتى بنشوفها على الحوادث اللي بتحدث في الطريق. الحقيقه بيهتم بالتصوير اكثر ما يهتم بانقاذ الضحايا. الحقيقه يعني اعتقد الشخصيه دي محتاجه دراسه نفسيه. صحيح. لكن الفكره ان اللي لاحظناه والزملاء كانوا لاحظوه في البحث ده، ان بالرغم من ان في ناس يعني شافت الواقعه وصورتها، كل واحد بعد كده اعاد انتاج القصه من وجهه نظره على صفحته بالرؤيه اللي هو شايفها من وجهه نظره وذاتيته هو. فكان لا يمكن الاعتماد على كثير من الشهادات اللي اتحطت. ايضا من الحاجات اللي رصدناها من خلال البحث اللي احنا اجريناه في القسم وبحوث ثانيه اتعملت في المركز، مساله السلبيات اللي هي بتقع على الاطفال. والحقيقه دي مهمه جدا من وجهه نظري، لسبب ان الاطفال اللي بيستخدموا السوشيال ميديا يعني تقريبا اكثر من النصف، يعني وفق الدراسات اللي احنا عملناها اكثر من النصف الاطفال المصريين بيستخدموا السوشيال ميديا، وممكن تكون النسب طبعا ممكن تكون اكبر من كده. ايضا ان 50% من الاسر تقريبا او اكثر بتسمح لاطفالها انهم يستخدموا ابتداء من سن 9 ل 11، في طبعا اكثر اقل من كده وفي اكبر من كده. يا دكتور انا بشوف اطفال لسه ما بيعرفوش يتكلموا بالظبط من سن سنه وسنتين، ده خطر شديد جدا. الاسر بتسيب التابلت فعلا والاسره ما بتبقاش يعني عند يعني ما اعرفش الام مشغوله شويه فعاوزه الطفل يكون مشغول في حاجه وهي مش واعيه ان ده ليه اثار مدمره في المستقبل. تمام مع حضرتك. ف يعني طبعا هي في نسب على كل المراحل العمريه، لكن النسبه الاكبر كانت في الفتره اللي هي من 9 ل 11 سنه اللي هي الطفوله المتاخره، داخل بقى على مرحله المراهقه. بتبقى استخداماتهم اكتر يا دكتور؟ طبعا استخداماتهم اكبر، زائد مشاكلهم اكتر. ومشاكلهم اكتر. المشاكل بقى اللي رصدناها اللي تعرض لها الاطفال في السن ده، وطبعا انا يعني احنا الاطفال عندنا تقريبا داخلين على اكتر من 50 مليون طفل، فهم ده مستقبل كله. صحيح. فالمشاكل اللي كانت تعرض لها ما كانتش بسيطه، يعني كانت من يعني صور مخله، مقاطع مخله، وللاسف هو الطفل مش زي الكبير ما بيقدرش يختار، هو بيبقى قدامه حاجه ظهرت قدامه فممكن يقعد يتتبعها، وهكذا بقى نتيجه يعني السياسات الموجوده على مواقع التواصل، فبيلاقي ان بتستمر في وغير مشاهد المخله. يا دكتور الالعاب العنيفه دي اللي بتؤدي الى الانتحار في حالات كثيره جدا. وحصل فعلا الالعاب العنيفه، المشاهد المخله، الافكار اللي بتاثر على الهويه اللي بتحاول توجه الاطفال في اتجاهات يعني غير سليمه، كل دي مشاكل بتعرض لها الطفل في سن صغير. بس للاسف ان نسبه كبيره جدا من الاطفال ما بيعترفوش بكده، ما بيعترفوش ان هم بيتعرضوا لمشاكل. والنسبه الاقل من اولياء الامور اللي بتقول ان اولادها تعرضوا، يعني في نفس الاسره لما سالنا ولي الامر وسالنا الطفل، لو الطفل لو مثلا 15% قالوا احنا تعرضنا يعني مشاكل نتيجه استخدام السوشيال ميديا، او ان حد حاول يخترق خصوصيته، حد حاول يسرق الايميل بتاعه، او حد غريب حاول يكلمه. والمشاكل كانت دايما بتيجي من اشخاص غرباء، صفحات هو ما كانش مشترك عليها ولقى نفسه عليها. نسبه اولياء الامور اللي اعترفوا ان اولادهم اتعرضوا لمخاطر كانت حوالي 3%. يعني نسبه قليله قوي جدا وفي نفس الاسره. طب ليه الاولياء الامور ما رصدتوش الموضوع ده يا دكتور؟ ليه بيخبوا؟ ليه بيداروا؟ والله طبعا هي اللي بيداري ما بقولش انا بداري، بس هو ممكن يكون ليس على علم باللي الاولاد بيتعرضوا ليه، لانه ممكن يكون الطفل حسب بقى فتره الاستخدام، هو بيستخدم امتى، بيستخدم قدامه ولا بيستخدم من وراه ولا بيستخدم بالليل ولا في البيت ولا بره مع اصدقاء ولا فين هو بالظبط هو بيستخدم، فممكن ما يكونش فيه رقابه قوي على الاستخدام. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه فكره الانكار، يعني لان انا ممكن لو اولادي اتعرضوا لمشكله يعني الواحد يحاول يحلها، دي خصوصيه اولاد، فانا هحاول احلها من غير ما انشر ان هو فعلا تعرض لمشكله. بس المشكله الاخطر بقى ان نسبه كبيره جدا من اللي اطفالهم حتى
اتعرضوا لمشاكل ما واقروا ان اولادهم تعرضوا لمشاكل ما حاولوش ان هم ياخدوا فعل ايجابي. يعني قال للطفل مثلا ما تستخدمش، اعمل له بلوك، ما تكلموش تاني، لكن ما حاولش ان هو يروح يبلغ. مع ان في اداره مختصه طبعا. وفعلا في ناس اخذت كتير حقها من خلال التبليغ. طب دكتور شيماء، واحنا بندردش قبل اللقاء حضرتك طرحت لي نقطه مهمه جدا حابب ان حضرتك تكلمي فيها برضه. انت حضرتك قلتي من خلال الدراسه على الاطفال عملت دراسه على اولياء الامور، تمام، فوجدتم في علاقه بين استخدامات ولي الامر او اولياء الامور للسوشيال ميديا وعلاقتها الأطفال. باستخدامات الاطفال، تمام، ان اولياء الامور لما بتزيد استخداماتهم الشخصيه للسوشيال ميديا بنلاقي اطفالهم والعكس صحيح. تمام. ايه يعني كلميني عن الظاهره دي. هي الفكره ان يعني نسب استخدام طبعا السوشيال ميديا ما بين الكبار والصغار مش الاطفال في مصر مش يعني تكاد تكون متقاربه، ما هياش ما فيش بينها فجوه كبيره. فلاحظنا من خلال مؤشر اتعمل حوالين الاستخدام، فترات الاستخدام وكثافه الاستخدام، المده اللي بستخدمها قد ايه وفي اي اوقات، وفي اي اوقات من خلال خلال اليوم وخلال السنه وخلال السنه وعدد الساعات، لاحظنا ان ولي الامر اللي استخدامه كثيف ابنائه بنسبه عاليه جدا بيكون استخدامهم برضو كثيف لوسائل لمواقع التواصل الاجتماعي. تمام. ده بينقلنا بقى لفكره، طيب يعني وسائل التواصل الاجتماعي احنا يعني ليها ايجابياتها وليها سلبياتها، طب انا ما اقدرش ان انا احد منها، ما اقدرش ان انا في قانون اوريدي بينظم استخدام الانترنت، وهو قانون 175 لسنه 2018 قانون تقنيه المعلومات، لكن والقانون ده هو يعني صدر بعد دراسه طويله وحاول ان هو يلم كتير من المتغيرات الخاصه باستخدام الانترنت وايجابياتها وسلبياتها والجرائم اللي ممكن تكون مرتبطه بيها، لكن ده ما يمنعش ان برضو اللي فيه دور للاسره. طب عشان وقتنا جري يا دكتور، الدراسه اللي عملتوه من خلال الدراسه بتاعتكم هل طلعتوا بتوصيات لعلاج هذه المشكله؟ تمام. ترفع يعني متخذ القرار ترفع للاسر المصريه بالزبط. في شكل نقاط كده سريع اوريدي احنا فعلا عملنا كده ورفعناها الحقيقه، وكانت مجموعه التوصيات بتاعتنا على جانبين، جانب خاص بالاسره وجانب خاص بمؤسسات الدوله مؤسسات الدوله. طبعا الاسره كان الجانب الخاص بيها بيركز على اهميه ان يكون في مشاركه من جانب ولي الامر وفي مراقبه وفي متابعه، مشاركه للوقت اللي بيقضيه ولاده وبيقضيه فين، وفكره ان انا اشغل وقت الفراغ، فكره الوقايه اللي انا ما يعني ما احولش ابني اللي هو مدمن على استخدام السوشيال ميديا، لكن احاول ان انا اشغل وقته، طبعا ده بيبقى جهد على الاسره، احاول ان انا اشغل وقته بان هو مثلا يتابع رياضه معينه او يمارس رياضه يعني معينه. يعني هنا في دور على الاسره. تمام. ان هو يحاول ان هو يستغل وقته، ان هو يقرا، ان هو حتى لو انا بوجهه ان هو يشارك في مسؤوليات البيت. تمام. بشكل بسيط، يشتغل بعض الوقت عشان ما يبقاش عنده وقت فراغ يستخدمه استخدام خاطئ. دور مؤسسات دور المؤسسات طبعا كان على راسها المدرسه، اللي هي لان الوقت الكبير جدا اللي بيقضيه الطفل اما في البيت وبعد كده رقم اثنين المدرسه. فكان على طبعا المدرسه اوريدي في المفروض في لائحه خاصه باستخدام الهواتف الذكيه داخل المدارس. الحقيقه البحث ما توقفش على ان احنا طبقنا مع اولياء امور واطفالهم، لكن احنا كمان قعدنا مع المتخصصين في مؤسسات الدوله المعنيين بالظاهره، منها كانت مؤسسه التربيه والتعليم، وعرض تم عرض يعني تم الجهود الكبيره اللي بتقوم بيها الوزاره وغيرها من الوزارات، بس لا زال برضه مساله الامكانيات، توفير الامكانيات للمتابعه داخل المدارس، تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي والنفسي، واللي يكون متوفر طبعا اخصائي اجتماعي ونفسي جوه المدرسه، لان هو ده اكتر واحد يقدر يتابع الطفل. دور المعلم اللي هو اول واحد بيشوف الطفل جوه الفصل، لو هو عنده تشتت انتباه، لو عنده مشاكل. تمام. فهو اول واحد بيقدر يلقطه. وزاره زي وزاره الشباب والرياضه، الاهتمام بان الرياضه فعلا تكون للجميع في مراكز الشباب وفي الانديه الكبرى. مهم قوي ان الطفل المصري بشكل عام ان هو يمارس الرياضه لصحته ومستقبله. وطبعا زائد وزاره الاتصالات، كثير من المؤسسات اللي التقينا بيها وكان ليها ادوار الحقيقه ادوار ملموسه. تمام. الحاجه الوحيده بس ان هي محتاجه نوع من التنسيق، يعني لو في احنا محتاجين خط ساخن تنسيق يا دكتور بين كل هذه المؤسسات. تمام. لو في خط ساخن بحيث ان هو اللي ابنه او بنته بيتعرض لمشكله زي كده ممكن يتصل بيه ويتم توجيهه، انت محتاج تعمل بلاغ او محتاج دعم نفسي لطفلك. تمام. احنا سعدنا بلقاء حضرتك، طبعا الموضوع مهم ومحتاج وقت اطول بصراحه.
لأن المركز بيقوم بدوره، بيرصد الظواهر الاجتماعية، بيحدد السلبي والإيجابي، بيرفع توصياته، هو مش جهة تنفيذية ولكن بيرفع توصياته للجهات المعنية. محتاجين تشبيكة بين كل هذه الجهات المعنية. أنت حضرتك ذكرت وزارة الاتصالات، الشباب والرياضة، أنا عاوز أضيف كمان مؤسسات الدينية، وزارة الثقافة بفروعها المختلفة، قصور الثقافة الموجودة في كل الأماكن. أعتقد أن احنا محتاجين تشبيكة عشان التوصيات دي تصل يعني إلى متخذ القرار وياخد إجراءات تنفيذية لصالح الناشئ الجديد وأطفالنا. دراسة قيمة جدا ضمن دراسات كتيرة جدا بيقوم بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. شرفنا بوجود حضرتك الأستاذة الدكتورة الشيماء علي عبد العزيز، رئيس قسم بحوث الاتصال الجماهيري والثقافة بالمركز. شرفتيني ونورتيني، وعلى وعد بلقاءات كثيرة إن شاء الله ودراسات أخرى يجريها المركز بإذن الله. زي ما بنقول أعزائي المشاهدين، وقلنا وأكدنا من خلال بداية الحلقة أو حتى نهايتها أن أي تكنولوجيا حديثة لها سلبيات وإيجابيات. الأسرة، مؤسسة التربية، مؤسسة الدينية مع الأسرة طبعا بتساعد على ترشيد هذا الاستخدام، وناخد الإيجابي ونترك السلبي. بختم ختام المعهود مع حضراتكم. عاشت مصر عزيزة آمنة مستقرة، والله الموفق والمستعان. تحياتي.